بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. مرة أخرى تفجعنا حوادث القتل والخطف والتغييب التي لا تكاد أن تنقطع، خصوصا في محافظاتنا المحررة، وفي المقدمة منها محافظة صلاح الدين التي استيقظت اليوم على وقع جريمة النكراء في قرية الرفيعات التابعة لناحية الفرحاتية جنوبي المحافظة. جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي لم تضع للحكومة حدا لها حتى اليوم، والتي لم يسلم منها حتى الأطفال. كما أن من بين الضحايا منتسبين في القوات الأمنية، أن تكرار هذه الجرائم تحت ظل السلاح المنفلت يتطلب من الحكومة موقفا صارما وحقيقيا، فمن غير المقبول وجود الجماعات المسلحة تصادر القرار الأمني وتمنع القوات الأمنية بجميع صنوفها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين. إن المواطن في محافظتنا بين نارين، فلا هو مسموح له بأن يحمل السلاح ليدافع عن نفسه ضد العصابات المجرمة والجماعات الإرهابية الداعشية، ولا هو يجد الحماية من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها، مما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة. لذا أصبح إلزاما خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة التي تحاول إلصاق نفسها بالحشد، ويتخذ بعض ضعاف النفوس منها غطاء لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء. أصبح إلزاما إخراجهم من محافظتنا، وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني للقوات الأمنية من أبناء محافظة صلاح الدين حصرا، وأن تقوم هذه القوات والأجهزة الأمنية بواجبها كما ينبغي، بما يوفر الأمن لجميع المواطنين في جميع مناطق المحافظة دون تمييز، وأن تطبق القوانين بعدالة ومهنية وتجرد، وأن تلتزم في كل ذلك بمعايير حقوق الإنسان، وستجد منا كل الدعم والمساندة. ونطالب الحشد الشعبي أن لا يسمح لأي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، وأن يتبرأ من تلك العصابات التي تسيء له. كما على الحكومة أن تسارع لاتخاذ موقف حازم لكشف خيوط جريمة الفرحاتية، وأن تأخذ على يد الجنات وتقدمهم للعدالة، وأن تثبت وجودها وقوتها وانحيازها لمنطق الدولة والقانون، وأن تعلن نتائج تحقيقاتها خلال مدة أقصاها 72 ساعة، وإلا فكل الخيارات أمامنا مفتوحة في اتخاذ مواقف سياسية وقانونية واضحة، سواء اتجاه الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها تحت هيمنة السلاح، أو في طلب الحماية الدولية، إذ فشلت الحكومة في حماية أمن المواطنين أو أي مواقف سياسية أخرى تسهم في تعزيز الأمن في محافظتنا. ولن نكون شهود زور على المواقف المتخاذلة والباردة والمتراخية ومحاولات التسويف التي تجابه بها تلك الجرائم. والله غالب على أمره، وهو المستعان على الظالمين. نواب محافظة صلاح الدين وحكومتها المحلية، السبت 17 تشرين الأول 2020.